السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ها طمنوني، صار على سارة؟ صار لها 4 ساعات بالعمليات، الله كريم. إن شاء الله إن شاء الله خير، لا تحاتين. مشكورة لولو، ما قصرتي. إيش دعوة أمل، إيش هالحكي؟ ترى ماكو فرق بيننا، ترى إحنا خوات. أنت ما أدتينا في تليفونك؟ يبا قاعد طالع سناب، إيش فيك؟ وقت الحين؟ في. ها دكتور. اطمن. الحمد لله، بس الحالة مش مستقرة شوية. حنضطر نخليه 24 ساعة بالعناية. اطمن. الحمد لله. أبو عبد العزيز، عايزك بالمكتب شوية بعد إذنك. شيء خليتني حاتي، قل لي ايش صاير. والله يا ابو عبد العزيز انا مش هداري عنك. احنا من خلال العمليه اكتشفنا ان المرض منتشر بطريقه كبيره، لان الحاله جت لنا متاخره. بس الحمد لله احنا استأصلنا جزء كبير من المرض، ولكن في خلايا سرطانيه محتاجه علاج بالكيماوي، يعني صار لسه في مرحله الخطر، والعلاج بالكيماوي هو الحل الوحيد لها دلوقتي. لا بالله العلي العظيم، مسكينة هذه وين تحمل كيماوي؟ دكتور أنا مستعد أسافرها برا. والله العلاج برا نفس اللي حيكون هنا، هو ما فيش غير علاج بالكيماوي. أنا عايز حضرتك ما تفقدش الأمل، أنا عارف إن العلاج بالكيماوي بيكون قوي على المريض، بس في حالة بنتك هو ده الحل الوحيد، وأنا عايز موافقتك عشان هنبدأ العلاج في خلال أسبوع من العملية. قلت إيه؟ قال الدكتور؟ لا ما فيني شيء، بس تعبان شوي، قعدت الصبح ومو مريحة، امس كنت قاعدة حاتي.